السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم يا أبطال، أهلا بكم يا دكاترة على قناة أستاذ صبر بيبرس في مادة اللغة العربية. كمل معكم إن شاء الله حل كتاب بيان لعام 2024. دي التدريبات الشاملة على الوحدة الثالثة، ودي أهم وحدة، يعني طبعا كل النحو مهم، بس الوحدة دي يا شباب ما بيخرجش في الامتحان منها من 4 لـ5 أسئلة، وإحنا بنقول لك في أول السنة، والوحدة الثالثة دي هتلاقي عليها من 4 لـ5 أسئلة من ال 17 سؤال بتوع النحو. طيب، لا لغيركم كريم النفس عتبى نافعة. طيب، لا طبعا لا النافية هنا لا محل لها من الإعراب ولا تؤثر في الإعراب، يعني لغير، لا لغير كريم، آسف، لا لغير كريم النفس، لغير طبعا شبه جملة، شبه جملة فهو الكلام خبر مقدم، أصلها عتبى، لا عتبى لغير كريم النفس. طب أنا بس بمسك الخبر المقدم ده، لا لغير كريم إيه؟ لا لغير كريم النفس إيه؟ عتبى، فعتبى هتديني مبتدأ مؤخر، وأصل الكلام لا عتبى نافعة لغير كريم النفس. ماشي؟ طب التأخير هنا إيه يا أستاذ جائز؟ ليه؟ حاجتين. أولاً إن النكرة هنا موصوفة. لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة موصوفة، لازم عشان تكون التأخير المبتدأ واجب لازم يكون نكرة محضة. يعني إيه محضة؟ يعني مش معتمد على نفي ولا موصوفة. ماشي؟ موصوفة يعني بعدها مضاف إليها ونعت. طيب، يبقى انا عندي عتبة هنا اعرابها مبتدأ. ماشي، السؤال اللي بعده، قال الشاعر: وقد يرعى الغمام الارض اذنا، واين الارض من سمع الغمام. ماشي، عايز نوع الخبر، نوع الخبر يا استاذ، انا عندي الخبر هنا اين، واين الارض في الشطر، هو عايز الشطر الثاني، واين الارض، اين من الاسماء ثلاث صدارة، اسماء الاستفهام. طيب الخبر هيكون نوع ايه؟ هتقول لي شبه جمله، اشطب لي على مفرد دي، لان اين اصلا ظرف. ماشي يا جماعه، اين خبر مقدم ونوع شبه جمله، نوع شبه، لان انت لو هتقول اين الارض من سمع الغمام هتقول في كذا، انت هتجاوب، يعني مثلا اقول لك اين اخوك، هتقول لي في الدار، تقول اخي في الدار، اخي في الدار دي في الدار شبه جمله، فالإجابة بتاعت السؤال ما دام جاية شبه جملة يبقى ده أداة الاستفهام إعرابها خبر مقدم، إعرابها آسف مبتدأ، وشبه الجملة اللي هي الإجابة خبر إيه؟ خبر. خلاص؟ يعني لما أقول لك كده أين أخوك؟ آسف تاني، معلش يعني نعيدها تاني، لو أقول لك أين أخوك؟ هتقول لي أخي في الدار، أنا عايز في الدار. ما دام الإجابة هتقول أخي في الدار. الإجابة فين؟ في الدار، في الدار دي شبه جملة، يعني خبر. إذا أداة الاستفهام خبر على حسب إجابتها. أداة الاستفهام خبر. وهنا إجابتها شبه جملة فهو الخبر شبه جملة، ودي ظرف أساسا. لكن لما أقول لك من حضر؟ هتقول لي مين؟ محمد حضر. هتعرف محمد إيه سيادتك؟ مبتدأ. يبقى أداة الاستفهام إعرابها مبتدأ. فهمت كده؟ طيب، جاوبنا على أين وبمتى، متى ستذاكر في المساء، جاوبت على بشبه جملة وشبه الجملة خبر، يبقى متى خبر وأين خبر. مش كيف حالك بخير، جاوبت بخير شبه جملة يبقى كيف خبر، يبقى هنا أين وبس شبه جملة. طيب، بكل تداوينا ولم يشف ما بنا فلا تبعدون عن حبيب آسر. الضمير في تداوينا، انا قلت لك نال الفاعلين قبلها ساكن، فدينا الفاعلين، اما المفعولين قبلها ايه؟ متحرك، فلا تبعدونا، وبعدين نال الفاعل واو الجماعه اهو، يبقى نادينا المفعولين مفعول به، يعرب الاولى فاعل والثانيه مفعول به. طيب السؤال اللي بعد، قال الشاعر: أيام يخذلني أمامك منطقي، فإذا سكت فكل شيء قد قيل. ده بقى أسئلة امتحانات بقى جايبها لك، هتقول لي عايز المحل الإعرابي لجملة إيه؟ لجملة أيام. ماشي، لجملة يخذلني، آسف، جاية بعد ظرف اللي هو أيام، حتى حطلك عليها فتحة منصوبة أهي، فده ظرف زمان، وظرف غير منون، يبقى الجمل بعد الظرف غير المنون أساس في محل جر مضاف إليه، الجمل بعد الظرف غير المنون في محل جر مضاف إليه. قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب، فإن المعاصي تزيل النعم. ماشي،
عايز جملة فرعها، هتقول لي جملة فرعها دي جملة جواب الشرط يا أستاذ، وجملة مقترنة بفعل جزاء لأن جملة فعلية فعلها طلب. إذا أداة شرط غير جازمة، ما دام أداة الشرط غير جازمة سواء بقى مقترنة بالفاء أو غير مقترنة بالفاء لا محل لها من الإعراب. أما لو أداة شرط جازمة مقترنة بالفاء في محل جزم، غير مقترنة لا محل. دي خلاصة الإيه؟ جملة جواب الشرط. ماشي. يعني واحد ما تجيش بقى تتغش بقى وتقول لي إيه؟ آه أنا بس عايز أنبه على حاجة. هتقول لي ده جملة بعد نكرة وجمل بعد النكرات نعت. يا حبيبي الجمل بعد النكرات نعت بس بشرط تكون بتوصفها. فرعها هنا مش بتوصف النعمة، جملة فرعها دي جملة جواب الشرط. إذا كنت في نعمة النتيجة فرعها. إنما مثلا جملة فرعها مش جاية وصف ليها. ماشي؟ طيب اللي بعديها يلا. دي جملة جواب الشرط المقترنة بفعل الجزاء، وركز فيها الله يبارك لك عشان ما تتغرش وتقعد ايه جملة بعد نكرة ونعمة اسم مجرور يبقى في محل جر نعت. جملة جواب الشرط يا في محل جزم جواب شرط، يعني يا اما ليس لها محل من الاعراب. السؤال اللي بعد، كادت المحنة تنال، عايز الفعل الناقص. هتقول لي ما هي كادت اهي، والمحنة اسم كادت وادي خبر جملة فعلية. اه لان اخذوا ما فيش خبر جملة فعلية، وانشأ ما فيش خبر جملة فعلية، وبدأ ما فيش خبر جملة فعلية، فهي كاد. لان كاد او خطأ الشرط يكون في خبر جملة فعلية، وكل الافعال جامدة في زمن الماضي ما عدا كاد او اوشك بيجو ماضي ومضارع ناقصين التصرف. ناقصين التصرف. قال البارود ومن تكن عليها همة نفسي فكل مبتدأ. اه الذي دي مضاف اللي بيجي بعد كله وبعده مضاف اليه، اسم موصول مبني في محل جر مضاف اليه. جملة يلقاه محبب جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ماله دي مبتدأ. اه صح، كل الذي يلقاه ماله محبب يبقى محبب إعرابها خبر. يلا قال المتنبي لولا المشق، الاسم الواقع بعد لولا مبتدأ والخبر محذوف وجوبا إلا أن يكون كون عام، كون خاص اسم ما دام إذا وقع المبتدأ بعد لولا اللي هي المشق. ماشي. اه والخبر كون عام فالخبر يحذف وجوبا. الخبر يحذف ايه؟ وجوبا. ماشي؟ تقديره ايه؟ موجود. خلاص كده؟ طب ايه بقى او موجودون على حسب او موجوده؟ لو طبعا هنا نقول موجوده. طب يعني انا اعرف الكون العام الكون الخاص ازاي؟ انت قدر شوف دي الخبر او ينفع احط كلمه موجوده. يعني مثلا لما اقول كده لولا الطالب مجتهد لا راس، هتقول لي هنا بقى الخبر مش كون عام، هنا حاجه خاصه بالطالب. تاني حاجه ينفع تقول لولا الطالب موجود مجتهد؟ ينفع تحط هنا كلمه موجود؟ لا، يبقى ده كون خاص اساسا وخبر مذكور. انما هنا لولا المشقه موجوده ساد الناس كلهم، لو ما فيش مشقه كان الناس كلهم يبقوا اسياد. ماشي خلاص، لو المشقه موجوده في حياه الناس كان الناس كلهم سادوا، فهنا ينفع تقدر كلمة موجود. وطبعا غالبا اللي هتجيلك هتكون ايه؟ كون عام والخبر يعني محذوف وجوبا، فالمشقة اعرابها مبتدأ، كده كده الاسم بعد لولا مبتدأ، هي بس كل القصة. الخبر كون عام يحذف وجوبا، كون خاص مش هيحذف. خلاص؟ طيب، الخبر كون عام يحذف وجودا ايه؟ اللي انت هتنفع تقدر كلمة موجودة أو كائنة أو موجود أو موجودون لو جمع. ماشي؟ إنما هنا الطالب مبتدأ ومجتهد خبر عادي جدا، لأن دي كون خاص. فما دام هنا هتلاحظ إن أنت مش هينفع تقدر كلمة موجود. طيب اللي بعديها يلا، إن الوفية، الفكرة دي طبعا جت مرتين في امتحانين، أدي أول مرة أهو في تجريب 21 وأوريها لك تاني في امتحانات رسمية، لأن فيها للجنس الفكرة دي اتكررت. طيب إيه بقى الفكرة؟ بقول لك إن الوفية لا رحما قطع ولا صديقا إيه؟ خاسر. عايز نوع لا. هتقول لي طيب يا استاذ انا همشيها دي مش عاطفه، انا عارف ان هي مش عاطفه. برافو عليك، انت عارف ان الوفيه لا رحمه قطع ولا خلاص. طيب يا ترى بقى هقول لك هي مش نافيه مهمله، طب نافيه للجنس عامله. طيب لو نافيه للجنس عامله انا هخليك اهو اللي هي لو نافيه للجنس عامله، هتقول لي نوع اسم لا ايه هنا؟ طبعا مش مضاف، مش جاي بعد مضاف اليه ولا شبيه المضاف، مش جاي بعد كلمه اسم تعرفه ومرفوعه ومنصوب.
او مجرورة بحرف جر، هتقول لي يبقى نوع مفرد. طب المفرد لا ينون، كنت تقول لا رحمه. ما دام يبقى هنا ما تنفعش اسم لان فيه، ما تنفعش، غلط غلط، عشان منونه اساسا. لو منونه تيجي مو ايه شبيهه بالمضاف، اسم لان فيها المنون بيكون شبيه بالمضاف، وده مش شبيه بالمضاف، وده مش شبيه بالمضاف. طب راح، طب امال ايدينا فيها للفعل ازاي؟ اصل الكلام لا قطع رحما، ورحما مفعول به مقدم هنا، دي مش نافيه للجنس مهمله، ماشي. وبعدين لا فعل الجنس بتنفي الخبر عن جنس اسمها، يعني ايه؟ اقول لا طالب علم كسول، نفت الكسل عن كل طلاب العلم، خلاص ماشي. طيب ليس المصري بداع الى الشقاق، جميل. ميز نوع، لا هو مش عايز ميز هنا، ميز الصيغه الصعبه بعد استبدال لا النافيه للجنس بليس، ماشي. المصري اسم ليس، بس يجيبها كده سريعا مع بعض، وداع خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا ان الباء حرف جر زاد مع خبر ليس، او خبر ليس منصوب بفتحه مقدره، هحط لا، هتبقى المصري اسم لا، وده عندي خبر ايه؟ لا النفي، جميل. لا مصريا داع، طب انت نونت يبقى يجي شبيه بالمضاف، مفيش هنا كلمه بعديه مرفوعه ومنصوبه مجروره بحرف جر، ما تنفعش. لا مصريه ماشي، داعيا ما هو داعي دي الخبر، وخبر لا مرفوع لان بتعمل عمل ان واخواتها، تنصب اسمها وترفع خبرها. لا مصريه ماشي، داعي، طيب لا مصريه داعي ده اسم منقوص، وهذه الياء يجب ان تحذف في حاله الرفع والجر الا ان يكون معرف بقاله بعد مضاف اليه، هنا معرف بقال لا، بعد مضاف اليه لا، اثبتت الياء ليه؟ طيب لا مصريه داع، وداع خبر لا مرفوع بالضمه المقدره على الياء المحذوف، ايوه هي دي. الباء وطنه لا يعيش عزيزا، صغ من الجمله، من المقوله السابقه في جمله تبدا بلا النافيه للجنس العامل، ماشي. يلا عايز الباء وطنه، هتقول لي لا بائع، ماشي. لا بائع الوطن ما يجيش بعدها مضاف اليه، اسمها بيكون نكره وخبرها نكره، هنا مضاف اليه معرفه، اذا جه بعدها مضاف اليه يجي نكره. لا بائع عن وطنا، ماشي. طب عزيز، ما هو عزيز دي لو قال لي عزيز عشان يبقى خبر مرفوع، طب فين خبرها المرفوع؟ ما فيش، ما يجيش منصوب. لا بائع عن وطنا يعيش عزيزا، ماشي، بس انت جبتها شبيه مضاف جاي بعدها كلمه منصوبه اهي، فانت لو عايز تقول لا بائع وطن كده هتكتب لي وطن كده، خلي وطن المضاف اليه، لا بائع وطن يعيش عزيزا، كنت اقول لك كده الجمله صح، لكن كده غلط لان انت جايبه شبيه مضاف ومش منون. ما دام جبت اسم لا نوع شبيه المضاف يبقى يجب ان يكون منونا. لا بائعا وطنا يعيش، هنا بائعا او منون، وادي وطنا هتعرف مفعول به الاسم الفاعل بائعا العامل، ده نوع شبيه المضاف، يعيش عزيزا خبر جمله فعليه لا نافيه للجنس، جميل. يلا السؤال اللي بعده، واللي يقولوا الاهداف الساميه مانحون التخطيط، ماشي، و مانحون التخطيط اهتمامهم قبل البدء في العمل. عايز احط ليتما، هنا ما الكفه مع ليت، يجوز ان تعمل، يجوز ان تبطل عمل ليت، ويجوز ان لا تبطل، اما مع بيئة ان واخواتها غير ليت بتبطلها تكفها، لكن ليت يجوز الوجيه. هنقول ليتما، هنجيب مره ليت مكفوفه ومره غير مكفوفه. مكفوفه هنقول ليتما قولوا، هنخليها مبتدأ قولوا عادي، الأهداف السامية مانحون، مش هغير حاجة في الجملة، التخطيط اهتمامهم إلى آخر الكلام بنفس السياق. هنجيبها بقى غير مكفوف، هنجيبها عاملة، هتبقى ليتما قولي، هتبقى قولي اسمي ليت منصوب بالياء، الأهداف السامية مانحون خبر ليت مرفوع، ما هو خبر ليت خبر انه خطا مرفوع الى اخر الجمله زي ما هي، فكلمه مانحون هتفضل زي ما هي، مره تكون مبتدا عادي وقولوا مره تكون خبر وقولوا مبتدا، ومره تكون خبر ايه ليت العامل، ماشي. يلا السؤال اللي بعده، لعل ابناءنا بنونا مستقبلهم، ماشي. عايز تحط بدا من افعال الشروع، بيجي خبر جملة إيه؟ خبر جملة فعلية. طيب هتبقى أبناؤنا اسم بدأ مرفوع بالضمة والهمزة تترسم على الواو عشان مرفوعة، يبنون خبر جملة فعلية، هي دي.
انما ابناؤن ابناءنا منصوبه، لا هو اسمها مرفوع، كاد واخواتها زي كان واخواتها اسمهم مرفوع، فهنا الاسم منصوب غلط. وبعدين يبنون دي غلط، ابناؤنا بنين، لا هي طبعا عايزه فعل من افعال الشروع. ماشي، بانين لا هتبقى حال، يعني هتقول لعل، هتقول بدأ أبناؤنا بانين وتبقى بانين حال، هتبقى هتجيبها كده فعل إيه؟ فعل تام مش ناقص. يبنو طبعا دي غلط، وابنائنا هي أبناؤنا تتكتب كده عشان يبقى اسم بدأ مرفوع. شباب لم تحطموا ملاي، اعرب شبابي الأول عشان قبل ما تجيب جملة لم تحطموا ملاي لو عايز محل إعرابي. ما أنت لو قلت شباب مبتدأ هتقول جملة لم تحطموا ملاي خبر، وده غلط. بص بقى، النكرة المرفوعة في أول الكلام، النكرة المرفوعة في أول الكلام خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. جميل، يبقى شباب دي اعربها يا أستاذ، اعربها خبر. أمال المبتدأ محذوف تقديره هم، هم شباب. أه يبقى جملة لم تحطمهم اللي هي جاية بعد نكرة وبتوصفها، وأدي الضمير الرابط أهو، الهاء اللي عايدة على شباب، يبقى دي جملة رفع نعت، جملة في محل رفع نعت. شفت بقى اللعبة اللي واجهة بالك؟ بس يا سهلة، بس فكرة، أنت لو رحت على طول شباب مبتدأ، حبيبي المبتدأ ما بيكونش نكرة إلا بشروط، يجب أن يسبق بنفي أو استفهام أو إيه؟ يكون مبتدأ يعني موصوف. ماشي؟ هتقول لي طب ما هنا مبتدأ موصوف، هقول لك فين الخبر؟ شباب لم تحطموا ليالي، ما هي كده كده حتى لو تعتبر دي مبتدأ، هيبقى مبتدأ موصوف وجملة لم تحطموا ليالي جملة نعت برضه. وهتدور بقى على الخبر، مفيش. يعني كده كده حتى في كل الاحوال لو قلت ما هو موصوفه وتبقى نعرف شباب مبتدا، اذا جمله لم تحطم هي برضه جمله نعت، بس لو قلت دي مبتدا فين الخبر؟ مفيش. اه يبقى النكره المرفوعه في اول الكلام خبر لمبتدا محذوف فيها ايجاز بحذف المبتدا، دي برضه تنفعك في البلاغه. ماشي، طحر، كل دي اسئله امتحانات يا جماعه، عشان قلت لك انا في اول الفيديو ايه؟ الوحده الثالثه، شايف كده؟ الواحدة التالتة بيجي عليها من 4 لـ5 أسئلة في الامتحانات، أنت هتشوف أسئلة الامتحانات كتير جدا، أنا عمال أحل لك أهو، شايف؟ بص 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 كده وحاطط لك هنا على جنب. أه كل دي أسئلة إيه؟ كل دي أسئلة امتحانات سابقة. فتركز أهو على الوحدة التالتة دي، تبقى ضامن من 4 لـ5 أسئلة في الامتحان. إن شاء الله بإذن الله. طحنت فريقاي الحروف بدرسها لا غالبا رحمت، أه أدي الفكرة جت تاني إيه؟ اللي بقول لك الفكرة دي جت مرتين بتاعت لنا فيها للجنس. جت مرة في الامتحان التجريبي، وادي في امتحان الدور الأول في أدبي، جات لهم في التجريبي 21، وراحت جات لهم في الرسمي بس الأدبي. طبعا وقتها كان في امتحان العلمي وأدبي، دلوقتي هو امتحان واحد. طيب لا غالبا قلنا خلاص بقى، ما احنا لو هتقول لي ده اسم لا، ما دام منون هيبقى شبيه مضاف، لكن في المفرد والمضاف لا ينون. وهنا مش جاي بعد كلمة مرفوعة منصوبة مجرورة بحرف جر، فما تنفعش اسم لا النافية للجنس. ماشي؟ امال ايه؟ هتقول لي مفعول به مقدم، اصل الكلام لا رحمك غالبا، واتمنى تكون فهمت الفكره دي كويس. ان لكل عالم هفوة، وربما هفوات فما فتئ لكل عالم حسنه بل حسنات. عايز اعراب كلمه حسنه. هتقول لي بص شبه الجملة في أول الكلام، يعني وبعد الفعل الناسخ برضو بنعتبرها في أول الكلام، بعد الحرف الناسخ في أول الكلام، فلكل عالم دي خبر مقدم. هات الخبر المقدم زائد إيه يديك المبتدأ المؤخر أو اسم الناسخ المؤخر. لكل عالم إيه حسنة، يبقى حسنة اسم ما فتئ مؤخر مرفوع. أصل الكلام ما فتئ حسنة بل حسنات لكل عالم. لعل من أبهى معاني الإنسانية، نفس الكلام، لعل من أبهى ما شبه جملة جاية بعد الحرف الناسخ، ده خبر مقدم. عايزين اسمها المؤخر بقى، آه لعل من أبهى المعاني الإنسانية إيه؟ أن تجد الوحدة الوطنية. يبقى أن تجد مصدر مؤول هو اسم الناسخ إيه؟ المؤخر، ومن أبهى خبر مقدم. طيب السؤال اللي بعده، قال الشاعر: ويضحكنا برغم الجرح أن لنا في الله ظن لا يخيب. محل الإعراب لجملة لا يخيب جملة بعد ناكرة إيه؟ لنا في الله ظن. لنا خبر مقدم، وظن المبتدأ مؤخر، تقول لك شبه الجملة في أول الكلام مبتدأ إيه؟ خبر مقدم. ودور بقى على المبتدأ المؤخر بالخبر المقدم زائد إيه؟
ظن المبتدأ مؤخر، جملة لا يخيب بتصف الظن، جملة بعد نكرة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الظن، الضمير الرابط. يبقى دي جملة في محل رفع نعت. جملة إيه؟ نعت. مش ملاحظ إن الجملة التي لا محل وليس لا محل بتيجي برضو كتير مع الجملة الاسمية، فهتلاقي بتاع 5 أسئلة كده ولا حاجة كمان أو 6 كمان على الوحدة التالتة دي. يا بلاد، يعني اللي جت في امتحان رسمي أهو، كل دي أسئلة امتحانات رسمية. ماشي. يا بلادا نظرت العمر زهرة لعزها دمت إني قد حان إبهار. يا بلادا، بلادا منادى، منادى منصوب ونكرة، قلنا الجمل بعد النكرات نعت بس بتوصف. طب نظرت العمر زهرته لعزها، ادي الضمير الرابط اللي عايد عليها، ودي مش جمله جواب شرط ولا حاجه، والجمل بعد النكرات نعت دي مش جمله اعتراضيه. دمتي، دمتي دي الجمله الاعتراضيه اساسا، جمله اعتراضيه غرضها الدعاء، واحذفها اصلا. يا بلاد نظرت العمر زهرته لعزها اني حان ابحاري، عادي ما تاثرش. هنا بيوصف البلاد قبل ما يقول لها اني حان ابحاري. ان حرف ناسخ وياء المتكلم اسم ان، حان ابحاري جمله فعليه في محل رفع خبر ان، حان فعل ماضي وابحاري فاعل مرفوع بضمه المقدره ماشي وياء المتكلم مضاف اليه. جمله نظرت العمر زهرته دي جمله نعت. طيب بتنعت بلاد، وبلاد منادى منصوب، يبقى دي جمله في محل نصب نعت. اما الجمله الاعتراضيه دومتي، لان في ناس قالت ان نظرت العمره جمله اعتراضيه، وقالت يا بلاد اقول يا بلادا اني قد حان ابحاري، وجدت بقى جمله نظرت العمره زهرته لعزها دومتي، هي دي كلها الجمله الاعتراضيه. هيقول لك طب ما هو دومتي هي اللي تمشي نعت، يا بلادا دومتي، هي دومتي دي بتوصف بلادا ولا بتدعو للبلاد؟ يا جماعه جمله النعت الاعراب فرع عن المعنى، يعني بتوصف. طب هتقول لي نظرت العمر زهرته لعزها، بيوصف البلاد، ان البلاد المنظور العمر لعزها ماشي، انما دي جمله دعاء، جمله اعتراضيه. ان على المخلصين وبخاصه، بخاصه الاسم بعد بخاصه مبتدا، وعايز تقول مبتدا مؤخر ماشي، هو طبعا مبتدا مؤخر ايوه، لان في امتحان 21 ومش عارف السؤال ده لسه هيجي، هو جايب ست الامتحانات كلها كان جايب مبتدا بس، فهو سواء قال لك مؤخر او قال لك مبتدا ماشي، هي مبتدا. لو جايب لك بقى مبتدا ومبتدا مؤخر بتختار المؤخر، بس استحاله يعني يجيب لك الاثنين مبتدا، لان في الاخر مبتدا هيتوصف بمؤخر عادي، بخاصه خبر مقدم شبه جمله، واهل مبتدا مؤخر. ذوي الشح والطمع قابضون، ذوي مبتدا والشح مضاف اليه، والطمع اسم معطوف على الشح، وقابضون خبر مرفوع بالواو. جميل. هو عايز ايه؟ قال لي دخل كأنما، ما هو كأنما جاي مع عمل كف، فهتفضل جمله اسميه زي ما هي، فهتفضل ذو قابضون. ده سؤال سهل جدا، مش هتحصل اي تغيير في الجمله، كأنما ذوي الشح والطمع قابضون، وهتفضل جمله اسميه زي مبتدا وقابضون خبر، لان ما الكفه. اما لو جايب كأن بس من غير ما الكفه كنت هغير، كنت اقول ذوي وقابضون تفضل زمية عشان تبقى خبر ايه كأن، لكن هي دي مال كفة. ايوه يبقى دي اللي صح. ان من اسمى اهداف الفنون ان تحبب الينا المثل العلي. مش لاحظ المبتدأ المؤخر واسم ان المؤخر جيكي معنا جه 3 مرات 4 دلوقتي كده في امتحانات رسمية، ركز على الحاجات دي الله يبارك لك. ماشي خلاص، انت قلت لك شبه الجملة بعد الناسخ خبر مقدم، من أسمى الفنون شبه جملة خبر مقدم، من أسمى الفنون إيه؟ أن تحب، يبقى اسمها المؤخر جاي مصدر مؤول أن تحب. يلا ثم التحديات، ثم وثمت في أول الكلام خبر مقدم، والمبتدأ إيه؟ وما بعدها مبتدأ مؤخر. هو عايز الخبر، هتقول لي سمى، هي ده سؤال، ده سؤال سهل جدا جدا، ده سؤال هدية، يجيب لك سمى في اول الكلام وعايز الخبر تقول له ثم. التحديات دي المبتدا المؤخر، طريق نهضتها طبعا لا، اصلا حتى شبه الجمله بتكون خبر ما بتكونش ايه. ماشي، بس هي مش هي جايه وعايز الخبر، بس هي مش دي مش خبر. سمى التحديات ليست بالهينه في طريق نهضتنا، نهضتنا لا مش هي الخبر اصلا، ايه دي الخبر المقدم وده مبتدا مؤخر، بمعنى هناك تحديات في طريق نهضتنا.
ليس ذا المروءة، برضو هنحط لا مكان ليس، وده سؤال جه كتير برضو، يعني لان فعل الجنس بتيجي برضو كتير. هو الوحدة الثالثة بيجي عليها أسئلة كتير عامة في الامتحان. ليس ذا زائس، ليس ذا المروءة. السؤال ده أصلا ماشي كان خطأ، هي المفروض ليس ذو المروءة ماشي، بس مش اشكال بقى. هو بقول لك باين الصيغه الصحيحه عندها تخلى، يعني ما تشغلش نفسك بالخطا اللي جه في الامتحان. هي جت فعلا كده في الامتحان، ليس زي مش مشكلتنا. انت عايز جمله فيها لان فيها للجنس عامله، هتقول لي لا اسمها معرب اسمها منصوب، يبقى زو زيدي غلط. زي ماشي، بس يجي بعدها لما يجي تضاف، تضاف لنكره زيها، عشان لازم اسمها وخبرها يكونوا نكره، فدي كده غلط. يبقى ذا مروءة، يبقى ذا اسم ليس منصوب بالألف، ومروءة مضاف إليه، طعان خبر لا، خبر لا اسم مرفوع. تعمل عمل إن لأن فيها للجنس، يبقى ذا اسم لا العاملة، عمل إن لأن فيها للجنس، منصوب بالألف ومروءة مضاف إليه. يعني لما يجي بعدها مضاف إليه لازم المضاف إليه يكون نكرة. يلا السؤال اللي بعده. ما زالت فنون الأدب بساتين. ماشي، عايز ايه؟ عايز تحط بعد وضع كأن. والله سهلة أصلا، يعني أنت عايز بس التشكيل، هتقول لي كأن اسمها ماله يا حبيبي؟ ها اسمها منصوب، هتقول لي فنون، هو عايز بس دي فنون، حط فتحة. الأدبي مضاف إليه، بساتين وخبرها مرفوع، حط لي هنا ضمة ماشي. ما زالت فنون الأدب مالها بساتين مزهرة، نعت مرفوع، لعشاق الإبداع اللغوي. ما فيهاش فكرة كبيرة ولا حاجة. يلا. يقدم المخلصون، أنت مش شايف الكم الأسئلة اللي جت في امتحان، يعني في امتحانات على وإحنا كلها 3 سنين من 21 ل 23. لوطنهم الكثير وبخاصة الشهداء. هنا بقى عشان كده قلت لك يعني مش شرط يكتب لك مؤخر، بخاصة خبر مقدم والشهداء مبتدأ. ما كتبش مؤخر، مش إشكال، خلاص هو مش مضاف اليه، وبعد بخاصه مبتدا. قال لك مؤخر ماشي، ما قالش عادي. ولا كل اثام الدنيا مغفوره الا الخيانوع اللي يديها. بص بص بص، دي ضم عشان لو مش واضحه معاك، دي ضم وجدت في الامتحان على ضم. اللام هنا مفتوحه، دي لام الابتداء. كل مبتدا واثام مضاف اليه، اللي بعد كل وبعد مضاف اليه ماشي. طيب الدنيا برضو مضاف اليه ثاني، مغفوره خبر. هو عايز النوع اللام، اللام ده من الابتداء بتدخل على المبتدا، واذا دخلت على خبر ان واسمها المؤخر بنسميها اللام المزحلقه، ودي تفيد التوكيد. قال الشاعر: ولم ارك السماحه من دليل يبين لك البطوله والرجال. عايز ميز محل اعراب الجمله يبين، دليل، دليل اسم مجرور، دليل ماله يبين مش بتوصف، والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على دليل. بدي جمله نعت في محل جر نعت. شفت الجمل التي محلت ليس محل كام سؤال عليها؟ مع 4 أسئلة من 4 لـ5 على الجملة الاسمية ومواسيخها، والسؤال بيجي على الجمل التي لا محل، يبقى كده لو جه 4 على الجملة الاسمية مع سؤال الجمل هتخش في 5 أسئلة، لو جه 5 مع سؤال الجمل هتخش في 6 أسئلة من 17 سؤال. قال الشاعر: ابتدر مسعاك. بالك احنا عمال نحل دلوقتي كلها اسئله امتحانات رسميه على الجمله الاسميه. طيب خبر الناسخ: واعلم ان من بادر ان حرف ناسخ. ان من اسم موصول في محل نصب اسم ان، بادر الصيد ده جمله صله الموصول ليس لها محل اعراب مع الفجر، ماله قنص، قنص فعل ماضي والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه قنص في محل رفع خبر ان، يبقى هنا الخبر نوع جمله فعليه، قنص بدأ بفعل. قال الشاعر: ولا يغرك ذو ملق. ماشي، ده جبت في امتحان 22. يغطي أذاه وجمره تحت ايه؟ تحت الرمادي. طيب ولا يغرك ذو ملق، ذو أضيفت لنكرة، إذا لم تفيد التعريف مش معرفة، هي لسه نكرة زي ما هي، ذو نكرة أضيفت لنكرة، والإضافة لنكرة تفيد التخصيص مش التعريف. إذا جملة يغطي أذاه جملة بتوصف، يبقى دي جملة نعت. ذو فاعل يبقى دي جملة في محل رفع نعت. أما لو قال ذو الملق
أضاف على المعرفة أصبحت معرفة، كنت أقول لك دي جملة حال. لكن دي جملة إيه؟ نعت، لأنها جاية بعد نكرة. أه ذو ملق نكرة، نكرة مضافة لنكرة بتفضل نكرة، عشان كده قلت لك في لأن فعل الجنس لما يجي بعدها مضاف إليه يجي المضاف إليه نكرة عشان يفضل اسمها نكرة. ماشي؟ قال الشاعر: ألم ترى أني قد نظمت حديثها لآلئ غناها الرواة قصائدا. الضمير، اه حتى جاب الضمار ده، لو جاب على الضمار ممكن يخش كده في 7 أسئلة بقى كمان، لأن هو من 4 لـ5 للجملة الاسمية بس، معاك بقى الضمائر دي في الوحدة الثالثة مع الجمل، فوحدة مهمة جدا جدا. طيب عايز ضمير الرافع، ماشي. هتقول لي الضمير في غناها، غناها الهاء ضمير نصب او جر، مع الفعل ده ضمير نصب، الياء في اني ضمير نصب، ده ياء المتكلم، فاء في حديثها ضمير جر، استاذ ما انت قلت هنا ضمير نصب عشان يتصل باسم، هنا مضاف اليه، التاء في نظمته، ايوه دي تاء الفاعل، هو ده ضمير الرفع. لا صنيعا معروفا راض بان يضام، يعني يظلم الفقير. عايز توسع انت تثنيه الجمله، ماشي. هتقول لي هنا نوع، لان نوع اسم لا شبيه بالمضاف، منون اهو، انت اعمل كده على طول، هتقول لي لا اسمها منصوب، لا صانعين فتحه على العين، ما منصوب بالياء، معروفا راض خبر مرفوع بالضمه المقدره عليها المحذوفه، لان دي ايه؟ ده اسم منقوص، هترجع في التثنيه زي ما خدت اسم منقوص الياء، تحط الف ونون عشان هي في حاله رفع، يبقى ما ايه؟ خبر لا مرفوع بالالف، راضيه بان يضام. فين بقى الجمله دي؟ لا صانعين معروف الرضيان، ايوه هي دي. هنا طبعا حذفت النون ليه؟ هو شبيه مضاف بتثبت النون اساسا. عايز تجيبه مضاف تقول معروف، تخلي دي مضاف اليه، دي غلط. صانعين معروفا راضيين، الخبر مرفوع بتاع لا مش منصوب. لا صانعين معروف، طب ما انت جايب دي مضاف اليه واثبتت الياء، عايز تجيبها مضاف اليه تحذف النون هنا، اسف. إيه لما تيجي مضاف اليه المثنى وجمع المذكر السالم بعدهم مضاف اليه النون بتاعتهم تتحذف، هتجد مثنى تجد جمع مذكر سالم محذوفين النون تعرف بعدهم مضاف اليه لازم تحذف النون، ماشي. وبعدين راضيين غلط، هي راضيان عشان يبقى اسم لا مرفوع بالالف. من سلبيات قلنا شبه الجمله في اول الكلام خبر ايه؟ خبر مقدم، وبنسال على المبتدا المؤخر بالخبر المقدم زائد ايه. من سلبيات الافراط في استخدام ايه؟ ها عايز ادور، موقع التواصل الاجتماعي وقوع، من سلبيات ايه؟ وقوع، يبقى وقوع اعربها مبتدا مؤخر، دي امتحان 23، انت مش شايف الاسم مبتدا المؤخر والاسم ان المؤخر والحاجات دي جعلها اكتر من سؤال، 4 اسئله امتحانات رسميه ولا 5، ماشي. طيب السؤال اللي بعده، اذا ارتوت البلاد بفيض علم فعاجز اهلها يمسي قديرا، ماشي. هتقول لي عاجز مبتدا ماله يمسي، اهلها دي مضاف اليه، فدي جمله خبر واضحه جدا، سؤال سهل جدا جه السنه اللي فاتت، ان برضه اهو الخبر المبتدا المؤخر واسمنا المؤخر، ده دخلنا في 6 اسئله كده متهيألي، تباعد انت بقى مع نفسك وشوف الحته دي، شبه الجمله في اول الكلام خبر مقدم وبتسال على المبتدا المؤخر او اسمنا المؤخر اسمك المؤخر بالخبر المقدم زائد ايه، ان من كمال ايه؟ اللي من كمال وفائك الا تنسى، يبقى اسم ان المؤخر اه مصدر مؤول اللي هو ايه؟ الا تنسى، يبقى الاسم ان المؤخر مصدر مؤول اللي هو الا تنسى اللي هي جيم، ماشي. يبقى الاجابه ايه؟ جيم دي، ماشي. يلا اللي بعده، بين الصيغة الصحيحة عند وضع لا النافية للجنس، يلا. ليس ذو الهمة، يعني كذا سؤال يجيب لك ليس، أقول لك شيل ليس وحط لا، ماشي، عشان هي نافية زيها. موضوع اسم ليس مرفوع بالواو والهمة مضاف إليه، ماشي، وراضيا خبر إيه؟ ليس منصوب، هحط لا، بس أنت مش هتخلي المضاف إليه معرفة، هنا المضاف إليه معرفة، لا أنا عايز لا ذا يبقى اسمها منصوب بالألف، لا ذا هم راض، ونحذف الإيه؟ ونحذف الياء،
فين بقى لا ذا هم راض اهي الف ماشي. ان الطامحين باذلون وسعهم لتحقيق مبتغاهم، ميز التركيب الصحيح للمقوله السابقه. هنحط حرى، حرى يجب ان يقترن خبرها بالايه؟ خبرها بان، يبقى حرى الطامحون ان يبذلوا، لازم تيجي ان، لازم تيجي ان، يجب الاقتران بان. طيب لا واصلا، لا واصلا رحمه ناء ماشي، دي لان فيها للجنس. واصلا اسم لا منصوب ونوع شبيه مضاف، رحمه مفعول به لان واصلا فاعل، اسم فاعل عامل، فعل ضمير مصدر تقديره هو، ورحمه الرحم يعني مفعول به منصوب. نائم خبر لا، اصلها نائي ماشي، اصلها نائي كده، وحذفت الياء ماشي لان ده اسم منقوص في حاله رفعه مش معرف بال، ومش بعد مضاف اليه بقت نائي. جميل. طيب انا عايزها ايه؟ عايزها جمع مؤنث. هتقول لي لا واصلات، لا واصلات وهتلون ارحم، جمع رحم ارحام، ارحامهن، عشان دي باب الجمع المؤنث، الضمير هن يعود على الايه؟ على الواصلات. الخبر تبقى نائيات، نائيات عن مرضات الله. أظن كده انتهينا من حل التدريبات الشاملة على الوحدة الثالثة. تمام. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.